اهلا وسهلا بكم. اليكم اخبار السابع من التناصح، نستهلها دائما بالعناوين. مجلس الامن يشدد على ضروره اشراف الحكومه المقترحه على المؤسسات الاقتصاديه. تجدد الاشتباكات بين قوة حماية درنة وميليشيات الكرامة بحي المدينة القديمة في درنة. السراج يعبر عن رفضه التام إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا. أهلا بكم. إليكم بالتفاصيل، حيث شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم الخميس على أن تبقى الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وأن تمارس الحكومة المقترحة الإشراف على المؤسسات الاقتصادية والمالية. هذا وأكد مجلس الأمن في بيان له على ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة الشفافية فيها، داعيا المسؤولين في ليبيا لحل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي وتوحيد المؤسسات في إطار الاتفاق السياسي. هذا ودعا المجلس المبعوث الأممي غسان سلامة إلى تقديم مقترحات بشأن طلب رئيس المجلس الرئاسي فتح تحقيق في حسابات المصرفين المركزيين في كل من طرابلس والبيضة. بدرنة، حيث أفادت مصادر إعلامية من المدينة تجدد الاشتباكات ظهر الخميس بين قوة حماية درنة وميليشيا الكرامة. وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي وصفت بالخفيفة والمتقطعة جرت في حي المدينة القديمة دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية، مشيرة إلى احتجاز سيارة إسعاف تحمل مسروقات بعد خروجها من درنة دون أن يوضح الجهة التي احتجزت هذه السيارة. أغلق محتجون من منطقة النوفليين ليلة أمس الخميس الطرقات المؤدية للمنطقة والمتاخمة لها احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. وأضرم المتظاهرون النيران في الشوارع معبرين عن غضبهم لعدم التوزيع العادل لساعات طرح الأحمال بالعاصمة طرابلس، كل ذلك بحسب مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عبر رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج عن رفضه إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي. وقال السراج في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية الجمعة إن حكومته ترفض تماما قيام أوروبا رسميا بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في ليبيا، وأكد أنه لن يبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين مقابل المال، داعيا أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلا من الضغط على السلطات في ليبيا. أكدت منظمة الهجرة الدولية تضاعف عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 5000 إلى أكثر من 9000 مهاجر. وقالت المنظمة في بيان لها الخميس إن زيارة المهاجرين الواصلين إلى ليبيا تزامن مع انخفاض أعداد الواصلين إلى إيطاليا. هذا وذكرت المنظمة أن المهاجرين المحاصرين في ليبيا يقعون فريسة لتجار البشر الذين قويت شوكتهم مع التشديد الذي تفرضه أوروبا على الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك، فقد أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 156 مهاجرا غير قانوني قبلة ساحل الخمس. الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحاري أبو قاسم قال الخميس إن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 10 أطفال و24 امرأة
سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخمس، وذلك بعد تقديم كافة المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لهم. اتهم رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج اتهم مجلس النواب بعرقلة مستمرة ومتزايدة لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا. وأكد السراج خلال اجتماع عقده الأربعاء في تونس مع عدد من سفراء الدول الكبرى وغسان سلامة وممثلة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن التدخلات السلبية من دول إقليمية ودولية تمد في عمر الحالة الراهنة، مشيرا إلى أن هناك دولا تنحاز لصالح بعض أطراف الصراع وتزودها بالسلاح رغم قرارات الحظر المفروضة على ليبيا. هذا وشدد الرئيس الرئاسي المقترح على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس هو آخر محاولات التوافق. طلب عضو المجلس الرئاسي محمد عماري طالب المجتمع الدولي بإيقاف محاولة ما وصفها بعبث السلطات المصرية بالأراضي الليبية. وأعلن عماري خلال بيان نشر على صفحته الرسمية رفضه للمحاولات المصرية للاستيلاء على أراض ليبية، معتبرا أنها محاولة سافرة للتعدي على سيادة ليبيا عبر رفع دعاوى بحجة تبعية تلك الأراضي لمصر. هذا واتهم عماري ليبيين لم يسمهم بالتورط مع السلطات المصرية في ترويج تبعية أراض في ليبيا إلى مصر واستخدام الأخيرة لأدوات أعلامها ومحاكم مسيسة وفقا لتعبيره. قال نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قال إن عملية الاستقرار في ليبيا لا ينبغي أن تمر عبر قفزات متسارعة وغير مدروسة النتائج كالخطوة الفرنسية الأخيرة. وأضاف سالفيني في مؤتمر له عقد الأربعاء بعد عودته من زيارة خاطفة إلى القاهرة، قال إن القفزات إلى الأمام عديمة الجدوى ولن تفيد أحدا، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الحذر والانتباه والاحترام لرغبات الشعب الليبي. من جانبه قال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني إن الأساس الدستوري المتين والصحيح والمناخ الأمني المناسب هما عاملان حاسمان لإجراء انتخابات شفافة تعزز الاستقرار في ليبيا. بيروني وفق حسابه على تويتر ناقش خلال اجتماعه في تونس برئيس المجلس الرئاسي المقترح السراج وسفراء الدول الكبرى وغسان سلامة سبل الدفع بالعملية السياسية في إطار خطط عمل بعثة الأمم المتحدة، وصفا النقاش بالبناء. قال المدير العام للمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي إن القيمة التي خصصها المجلس الرئاسي للمفوضية وهي 66 مليون دينار جيدة وتكفي احتياجاتها حاليا، مؤكدا عدم وجود مشاكل تواجه عملهم حتى الآن. القصبي أشار الخميس إلى أن المفوضية ستطلب المزيد من المخصصات إذا ما احتاجت إلى موارد مالية من أجل إنجاز المهام المكلفة بها. أعلنت الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي التابعة لشركة الخليج العربي للنفط عن تشغيل أولى التوربينات المتنقلة بالمجمع الثاني بحقل السرير النفطي. وأوضحت الشركة عبر صفحتها فيسبوك الخميس أن المهندسين بدأوا في ربط التوربينات على الشبكة وفصل المجمع رقم 2 عن الشبكة حقل مسلة استعدادا لتغذيتها عن طريق هذه التوربينات، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإنتاج بحقل السرير.
لذلك أيضا حيث أعلن مصدر بشركة الخليج العربي النفطي عودة إنتاج النفط من حقل ماجد النفطي الخميس. وأكد ذات المصدر لوكالة سبوتنيك عودة إنتاج نحو 4000 برميل يوميا من الحقل الواقع بالامتياز والواقع 80 كيلومترا جنوبي جدابية. وأوضح المصدر أن حقل ماجد يضخ إنتاجه إلى ميناء رأس لانوف عبر خط قطره 14 بوصة وطوله 104 كيلومترات إلى حقل النافورة. قررت شركة صينية ZTI العودة إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة فيها، وذلك بعد فك الحصار المفروض عنها من الولايات المتحدة. هذا وأكد رئيس شركة ليبيان للهاتف المحمول أن الشركة ستستأنف مشاريعها المعلقة في ليبيا مطلع الأسبوع المقبل. يذكر بأن الشركة الصينية هي من بين الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والصناعة وتوفير حلول الشبكات، وقد تأسست عام 86 900 و1000. وقع وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد الطاهر السيالة على وثيقة اعتماد انضمام ليبيا إلى عضوية المجموعة الاقتصادية الإفريقية الثلاثية، وذلك خلال القمة العشرين لتجمع الكوميسا والتي انعقدت بالعاصمة الزامبية لوسكا خلال اليومين الماضيين. يشار إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الثلاثية قد تم توقيعها عام 2015 باتفاق 26 دولة إفريقية، وتقوم على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في إفريقيا، وقد تم بموجبها دمج 3 كيانات اقتصادية وإفريقية، وهي مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية سداك، ومجموعة شرق إفريقيا اللايك، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. ربحت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قضية مرفوعة ضدها من قبل شركة كاتاليست، التي طالبت المحفظة بحوالي 15 مليون دولار أمريكي عام 2012، وذلك بسبب تخلف المحفظة عن سداد فواتير مالية مستحقة لها بحسب صحيفة اتهام الشركة. هذا وألزمت المحكمة العليا الإنجليزية شركة كاتاليست بدفع تعويض للمحفظة بعد أن تبين عدم صحة الاتهامات بحسب ما جاء في بيان للمحفظة الليبية. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع مسؤولي تطوير واستثمار القطاعات الصحية الخميس تفعيل التأمين الصحي بالتعاون مع المجلس الرئاسي المقترح وفقا للإصلاحات الاقتصادية المقترحة. كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه مشروع التأمين الصحي. هذا وحضر الاجتماع النائب الثاني للمجلس فوزي العقاب وعددا من أعضاء المجلس ورئيس المركز الوطني لتطوير الخدمات الصحية ورئيس مؤسسة استثمار المرافق الصحية. حذر الاتحاد العام لطلبة ليبيا من محاولات الاعتداء على طلبة الشهادة الثانوية الذين يخوضون امتحاناتهم داخل الحرم الجامعي، دعينا المسؤولين إلى تفهم مطالبهم وإنصافهم أيضا. الاتحاد في بين له الأربعاء حث الطلاب على التعبير عن مشاكلهم وآرائهم بكل حرية وسلمية، معربا عن رفضه التام استخدام العنف والشغب، مؤكدا التواصل مع وزارتي التعليم والداخلية بغية ضمان حفظ حقوق الطلبة. يذكر أن بعض طلبة الشهادة الثانوية قد احتجوا في مظاهرة بجامعة طرابلس على صعوبة بعض الامتحانات وعدم اتمامهم للمقررات الدراسية.
استعرض مساعد مدير عام مستشفى شرع الزاوية المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المشفى وعلى رأسها الخروقات الأمنية، وذلك في اجتماع جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح ووزير الداخلية بالحكومة المقترحة. هذا وتم إقرار إجراءات لتوفير مناخ آمن ومناسب لعمل الأطباء والعاملين بالمشفى، وتوفير كافة المتطلبات من الأدوية والمعدات الطبية اللازمة بصفة عاجلة حتى يتسنى للمستشفى العمل بكامل طاقته التشغيلية. أصدر المجلس البلدي أبو سليم الخميس قراراً يوقف بموجبه منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية أو تجديدها إلا بعد تسوية الأوضاع المالية مع الشركة العامة للكهرباء. هذا وينص القرار في مادته الأولى بتكليف مراقبة اقتصاد أبو سليم بمنع إعطاء التراخيص للأنشطة الاقتصادية والخدمية أو تجديدها أيضاً إلا بعد تقديم إفادة بشأن تسوية الأوضاع المالية مع العامة للكهرباء. كما نص في مادته الثانية الجهات التنفيذية والضبطية متابعة المخالفين بشأن التزود غير القانوني بالكهرباء للأنشطة الخدمية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. اتفق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة مع عمداء عدد من بلدية طرابلس على تشكيل غرفة لمتابعة عملية طرح الأحمال والمشاكل التي تطرأ على الشبكة العامة للكهرباء. العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية ذكرت أن المجتمعين قدموا مقترحات تساهم في التقليل من استهلاك التيار الكهربائي بالمناطق والقيام بحملات للحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير القانونية. هذا وناقش عمداء حي الأندلس أبو سليم السباع عنزارة وسوق الجمعة أيضا مع حمزة الأسباب والمشاكل التي أدت إلى عدم التزام بعض المناطق والمحطات بتنفيذ برنامج طرح الأحمال بحسب الصفحة الرسمية. قال المدير العام للمحطات الكهربائية الليبية عبد الباسط فرارة بأن استهلاك الكهرباء قبل 4 أيام فقط سجل في كامل البلاد ما قيمته 7000 ميجاوات، وأن الشركة قد ولدت 5340 ميجاوات فقط. هذا قدت لجان الشركة إلى استيراد الكهرباء من الشبكتين التونسية والمصرية لتغذية جزء من الأحمال بالمنطقتين الغربية والشرقية. 4 تقريبا قامت الإدارة العامة للتحكم بإداراتها المعنية بوضع موازنة ويسمى دراسة موازنة الطلب على الطاقة. هذه الموازنة توضح بشكل متوقع ما هو الوضع حيكون عليه في شهر الصيف، وهم أشهر الصيف هم شهر 7 و8 و9. فتوقعنا احنا من بداية من شهر 4 ان حيكون عندنا أحمال واستهلاك بجميع شرائح الاستهلاك اللي هم شرائح المنزلي والصناعي وغيرها، حتكون أحمال الاستهلاك حتتصل إلى 7000 ميجاوات، والإنتاج المتوقع من محطات الإنتاج اللي هي مترامية في كافة ربوع ليبيا، توقعنا أن احنا بعد ما تقوم الشركة العامة للكهرباء بكافة إداراتها سواء إدارة العامة للإنتاج ولا إدارة العامة لمشروعات الإنتاج ولا غيرها من الإدارات المعنية بتجهيز احتياجات المواطن من الاستهلاك خلال فترة الصيف، فبعد المشاورات والتدارس وإجراء الصيانات اللازمة على كافة المحطات وقعنا أن يكون عندنا 6200 ميجاوات قدرات إنتاجية جاهزة للعمل خلال شهر 7، وقعنا أن يكون عندنا عجز حوالي 600 ميجاوات، وهذا عجز بالشكل هذا مش عجز كبير، كانت ممكن الشركة العامة للكهرباء تقضي على هذا العجز بشكل نهائي لو كانت الأمور مشت على ما كنا نصب إليه من تشغيل محطة دبي. إلى سعر الدينار الليبي لهذا اليوم.
في ختام السابعة هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. مجلس الأمن يشدد على إشراف الحكومة المقترحة على المؤسسات الاقتصادية. تجدد الاشتباكات بين قوة حماية مدينة درنة وميليشيات الكرامة بحي المدينة القديمة. السراج يعبر عن رفضه التام إقامة مراكز لفرز المهاجرين داخل ليبيا. أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن في أمان الله، إلى اللقاء.